أرى مقومات كبيرة بين بلدينا في علاقتهما الثنائية والدولية. علينا أن نبقى حازمين وأقوياء ونناضل من أجل احترام القانون الدولي. سنكون صوت المظلومين ومن لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، وأقصد بذلك الأحداث الكارثية في الشرق الأوسط منذ ما يقارب السنة. سلوفينيا من البلدان التي تعترف باستقلال وسيادة الدولة الفلسطينية. نعتقد أن هذا كان ولا يزال الأمر الصحيح الذي ينبغي القيام به، وسنعمل مع الجزائر سويا بشأن جميع المسائل المطروحة، آملة ألا تظل هذه المسائل عالقة لفترة طويلة، لأنه ما يتوجب علينا أن نكون صوتا قويا من أجل السلام. فالحرب في غزة مستمرة منذ أكثر من عام، ونحصي الضحايا بعشرات الآلاف، والأمر المؤسف جدا للإنسانية هو قتل وإبادة الأطفال، وهذا يعني إبادة وقتل مستقبلنا. So our future is being killed there. And I must say that ندعو إلى إرساء السلم في غزة. In Gaza, and that Mr. Netanyahu should end this war now. وأدعو نتنياهو أن يوقف حالا وفورا هذه الحرب. فهناك الكثير من المعاناة، ولا يمكن البقاء صامتين ونحن نشاهد هذا العدوان، وسنواصل النضال من أجل السلام. Our fight for peace, which I know it sounds contradictory, but it is now fight for peace. Thank you so much.